ظهر اليوم بأسف توفيت سيدة من أهل المغرب، من أهل الفن العميق، تلكم الأصيلة الحاجة الحمونية. الحباب الحباب أصحاب أصحاب يا سيدي واش من وليت ولا الله الله ألواء 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 ألواء. فاطمة الحمونية الاسم الفني اللي استطاع يضحك الجمهور المغربي بفن العيطة وأنواعها. خرجت ملي خرجت مشيت صغيرة لدارنا نيت وبقيت مع واحد السيدة فاميلتنا هي هذيك. بقيت خرجت لقيت مع الشيخ الجلالي قال لي تخدمي ما عرفتش اش نخدم قلت له خدم قال لي خدمه مزيانه تخدمي هي فاش غتنقدك ما غتقدري ديري حتى شي حل غادي تبقاي تأدبي وتكرفسي خصك تخدمي ودك الايام تبقاي شي مريحه وتبقي ما عندك حتى وقت فين تزيد. قلت ما كنعرف انا لهاد الحرفه ما كنعرفش ليها ما حتى شي حاجه. قال لي لا غادي تعرفي وتعلمي ونوريك اش ديري. بابا يا بابا بابا مكتب كتاب واش السلام وليدي 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 عاودني عاودني شريت رانا عليك البيع. ايوا بقى دازت هذيك الوقت هكاك بمرارتها بحرارتها والعذاب وكاين بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال العذاب وبزاف ديال ماشي عاجات وكانت حلوه. واخا الحساد يحسدوني انا بعد احبابي معروفين. لا ويا لا وكان متعب هاد الله وما درت علاش. وداعا الحجه الحمونيه إنا لله وإنا إليه راجعون.